السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر اول جهدي، جايبكم جلتش جديد مره جبار ان شاء الله يعجبكم. طبعا هذا جلتش يعطيك دمج اكثر، يعطيك هيلث اكثر، هيلث ريجنريشن اكثر، يعني يرجع لك الهيلث اسرع ويعطيك حمايه من كل شيء حتى من القنابل. فخليني اعلمك شنو وضع الجلتش. اول شيء شنو تسوي؟ تجي لهذا الدر وتحط اللي انا حاطه هذا الرابع وتخليه عليه. حلو حلو، تحطه في الأرض زي ما تشوفون قدامكم الحين. الا عليك تسوي تضغط اكس اكس بس، راح تشوف فوق الهيلث اللي عندك بار جديد، هذا انه يقول لك ان الجلتش شغال. تمشي تروح تدرعم على وحوش، راح تسوي اللي تسويه، ما راح يجيك دمج عالي، راح تدرع يا حبيبي تدخل في نصهم في الدارك زون وتدمج، تاخذ راحتك يا حبيبي. بس في عيب، طبعا مهما تتحرك مهما تروح مهما تجي ما يروح منك الا اذا تسنت على جدار. شوف تسنت على جدار ما راح، الحين راح، شفتون كيف؟ هذا عيبه. اللي عليك تسوي ترجع مره ثانيه اكس اكس، ما زبط اكس اكس وزبط معي، وتمشي مره ثانيه. اهم شيء ما تستند على جدار. اذا كنت روك في الدارك زون راح تستمتع في هذا الجلتش، مره تستمتع فيه، وحتى ينفعك يمكن احيانا في الشالنج. فاتمنى شباب عجبكم هذا الفيديو واستفدتم منه، فاذا عجبك لا تنسى اللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، السلام عليكم.